أدى 250 ألف مصل اليوم صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم التضييقات الاحتلالية وحرمان مئات آلاف الشبان من الصلاة. التفاصيل في التقرير التالي. يا أقصى لبيك، قالتها صرخات الحشود الصامتة المهرولة للمسجد الأقصى المبارك، فمن كان مكبلا عن شد الرحال إليه، ومن كان محاصرا سجينا ممنوعا من الرباط والدفاع عن مصر نبيه، وصله بحمد الله، وصله نحو ربع مليون، أموه وأحيوا جمعة رمضان الثالثة في رحابه. المسجد الأقصى الحمد لله مليء بالمصلين المسلمين، لكن نطمح بالمزيد. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنصر الشباب، عنصر الشباب الفلسطيني من أنحاء الضفة الغربية وحتى قطاع غزة لم يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك. الحمد لله رب العالمين، إجوا من وين مكان ملانا الأقصى، إيش بيشرح القلب؟ والله يا خالتي بقينا نجي نعدوا على الأصابع، أما الحمد لله رب العالمين ملان الحرم. ورغم تضييقات الحواجز الاحتلالية وما فرضته سلطات الاحتلال من قيود عمرية، أضف عليها مشقة سفر أشعة الشمس الحارقة لأهالي الضفة الغربية، زحف أحباب الأقصى إليه، قبلوه ساجدين وأدوا صلاة جمعة خيرا من ألف شهر. أجينا من رام الله والحمد لله كانت الأعداد كبيرة كتير، بس لكن الحواجز كانت أكثر مع كل التضييقات ورمضان والشوب والحرارة والبساط ومسافات بتقطعها، لكن ما شاء الله الشعب حي، الأعداد كبيرة كتير. بدعو كل واحد بيقدر يوصل للأقصى يحاول ما يتردد مع كل المعاناة، لكن له متعته الخاصة فيه. جايين من عناتة، من عناتة لباب العمود حوالي 7 دقائق في السيارة إذا ما في أي محزوم. اتحملت معنا المسافة 1.5 ساعة في الباص وساعة مشي توصلنا الأقصى. احنا ما بنصدق وصحنا فرصة نيجي على الأقصى، احنا الأقصى بده حشد، بده ناس، في كثير ناس بعيطوا على الحواجز مش مركينهم مش مدخلينهم الشباب. الأقصى اليوم في أحسن أحواله، ففلسطين كاملة من النهر وحتى البحر تحدت حواجز المحتل، حررته، التفت حوله وشدت من أزره وأعطته جرعة من الصبر والقوة، وقالت له فلتكسر اليد التي تتجرأ على تدنيس حرمتك. من أمام قبة الصخرة المشرفة، زينة صندوق رؤيا.